المسألة اللي أنت بتحسب إيه؟ لازم تكون عارف المطلوب منك في المسألة دي. طب بص في المسألة دي عشان عايزين ننسى عليها. لا خلاص ما كنتش جيت. ما حضرتش لا هتصور ماشي لكن تسجلي كمان لا صح. يعني ممكن أسمح لك تصور الصور. صح بيتصور. بنصار كله بحضر والله ما انت طيب انت عايز ايه في المساله دي؟ ده مهم جدا. انت عايز تحسب قوه بيأثر بيها حاجتين، هي حاجه واحده بس ايه بتختلف في الماجنتيود. لا بتختلف في الدايركشن. بتحسب القوه اللي بيأثر بيها النسبة على لو قلنا البادي مثلا على الفلويد بيكون 100 بالظبط يا شباب العكس. يعني ايه 100 بالظبط؟ يعني ايه 100 بالظبط؟ يعني ايه 100 بالظبط؟ فده مهم جدا احنا فاهم الفرق بين الماجنتيود هما ايه؟ عكس بعض في الدايركشن. ده مهم جدا. ما دام مطلوب منك في المساله تحسب القوه اللي بيأثر بيها البادي على الفلويد او الفلويد على البادي. تقراها كويس في المساله وتبقى عارف. اللي انت بتقدر تحسبه من المعادلات هو القوه دي اللي بيأثر بيها البادي على الفلويد. وكل اللي بتعمله انك تشيل تجيب القوه اللي بتاثر بيها الفلويد على البادي عكس الاتجاه بتاع اللي اثر بيها ايه؟ البادي على الفلويد اللي هي ايه؟ الفرنسيه القوه متساويه في المقدار لكن هي إيه معاكسه بعض في الدايركشن. طيب هنحسبهم ازاي؟ في معادلتين رئيسيه دي. المعادله الاولانيه بتقول ان القوه بتاعتك دي اكيد 2 دي الحركه دي او موشن ان 2 دايركشن فبتطبق المعادله بتاعت سمشن اف اكس ايكوال رو كيو دلتا في اكس روت كيو دي باكج كده بنسميها الام دوت او الماس فلويد. مش احنا فاكرينها لك يعني المفروض كنا نكتبها الام دوت دلتا بي فاحنا انت عشان يعني الام دوت ما اتعملتش فيها فبنفكها لك الروت كيو يبقى روت كيو اسمها الام دوت. طيب والمعادله الثانيه سمشن الكور في اتجاه الواي بتساوي رو كيو دلتا البي واي. خلاص كده يا شباب فدول المعادلتين ايه الرئيسيتين اللي احنا ايه هنحل بيهم. طبعا من هنا بحصل على مجهول اسمه القوه اللي بيأثر بيها البادي على الفلويد بس اتجاه الاكس وهنا بحصل على المجهول الثاني القوه اللي بيأثر بيها البادي على الفلويد بس اتجاه الواي وطبعا تحصيلهم بيكون جذر تربيعي للاف ايه بادي على الفلويد اكس زائد اف بادي على الفلويد واي تربيع وكمان الزاويه اللي بيعملها ده ماينس 1 التحصيل العادي بتاع ايه قوتين من تو دايركشن مفيش مشكله في التحصيل. طيب الخطوات اللي الستبس المفروض تمشي عليها رقم واحد بتفرض ايه دايركشن او محاور انت حر تفرضها في الحاجه مش هجبرك عليها الا لو انا فرضتك او لقيتها مرسومه جنب المساله خلاص تلتزم بالدايركشن ده ما كانش انت حر تفرض البوزيتيف والنيجاتيف زي ما انت عايز. طيب ده خطوه رقم اثنين طبعا هنطبق الكونتينيوتي ان الفلوريت ايكوال الاريا في الفلوس عشان احسب الفلوريت نفسه مهم قوي احسبه لان في الغالب هديك سرعه يا الاولى يا الثانيه فانت هتضرب مساحه في سرعه تحصل على قيمه الفلوريت. طيب ومش بس كده بما اني مديك سرعه عند الدخول فسرعه الخروج مجهوله فكمان اقدر احسب ايه؟ ان الاريا 1 في البروست 1 هتتساوى مع الاريا 2 في البروست 2 لايجاد سرعه مجهوله. يبقى هنا المعادله دي هجيب منها سرعه مجهوله والله اعلم هي 1 او 2. طيب رقم ثلاثة هنطبق الانرجي ايكويشن العادية، الانرجي ايكويشن اللي هي ان البي على الجاما زائد الدي واحد سكوير على 2 جي زائد الزد واحد المفروض تتساوى بي 2 على الجاما زائد في 2 سكوير على 2 جي زائد زد 2 طبعا بلس اتش لوسز لان ساعات ايه؟ بنحط لك لوسز في الزد دوت او في الجنب. طب دي ليه؟ دي لايجاد مجهول في البريشر. ادي كده بجيب مجهول في الوش يبقى معادله الكونتينيوتي لايجاد مجهول في السرعه ومعادله طب يعني كل ما الف كده هلاقي فيديوهات عليها هو واحد طب ويشيرها مثلا ما عليه صلح يا رب حاسين ان انا محمد رمضان يا جماعه. طيب لايجاد مجهول في البريشر يبقى المعادله دي هنجيب فيها مجهول في البريشر خلاص كده. طب اخيرا اخر حاجه هطبق المعادلتين اللي احنا كتبناهم في الاول دول في الحقيقه ان هي سمشن اف اكس ايكوال رو كيو دلتا في اكس سمشن اف واي رو كيو دلتا بي بس معلش بقى ركز معايا في الحته اللي بيخلص لك المساله او انت يعني فين الحته الصغيره دي بص كده انت بتيجي كده تعمل ايه؟ كروك صغير كده ركز في الحته الصغيره دي يعني بتساعدك قوي في انك تكتب المعادلات بشكل صحيح. بتعمل كروك كده بيقول ايه؟ هنا داخل سرعه واحد لما خرج من عند الاكس خرجت سرعه كام؟ اثنين ف
فطبيعي مايله بزاويه سيتا اروح اطلع المركبتين بتاعت بي 2 كوزين السيتا وبي 2 ساين السيتا حيث دي السيتا. يبقى هو عامل ايه؟ زي الفري بول دياجرام للسرعه او سيماتيك كده للسرعه. طيب بروح اعمل نفس الدياجرام ده للفورس. احنا طبعا يعني مش هدخلك في حته ان في حاجه اسمها كنترول فوليوم. يعني مش مهمه بالنسبه لي. بس عند الدخول في قوه جايه منين؟ جايه من البريشر الاولاني في المساحه الاولانيه ده الفورس. طب وعند الاكزيت جاي فورس اسمها بي 2 اريا 2 وطبيعي مايله بزاويه سيتا مع التحفظ على ان ايه؟ بي 2 واريا 2 وبي 1 اريا 1 لازم تكون داخله للكنترول فوليوم. دي بقى مش هدخلك فيها، فدايما الفورس مالها داخله كده، لكن السرعه عادي في الاتجاه بتاع الفيلم. عشان من دي بقى يا شباب هتقدر تكتب المعادله الصحيحه كالاتي. يعني معادله الاكس دي تفك ازاي؟ هنبص فيها على مساله زي دي. هبص على النقطه الاولى، في قوه في اتجاه الاكس؟ في مريض يا باشمهندس. ما البريشر في الاريا ده يكافئ فورس. يبقى فعلا عند الاريا الاولانيه في بي 1 اريا 1. طيب بوست باللي انا فرضه ولا نيجاتيف اللي انا فرضه؟ ما ده مهم بقى، احنا فرضنا في الاول دايركشن، فبي 1 اريا 1 دلوقتي بقى في نفس الاتجاه اللي انا فرضه بوست. ده بلس. اريا 2 في الفلوسفي او عند النقطه الثانيه في فورس في اتجاه الاكس ولا مفيش؟ اللي هي ايه؟ بي 2 اريا 2 كوزاين سي بس نيجاتيف ولا بوست باللي انا فرضه؟ متشكرين جدا. بفرض القوه بتاعتي، القوه اللي بيأثر بيها البادي على الفلويد، بفرضها سي بوست. دي مجهوله، دي الانون الوحيد اللي في المساله. لما اروح الناحيه الثانيه ادي الرو في الكيو الدلتا بي في اتجاه الاكس. الفرد الاسيوم الديفولت افرضها بوست الديفولت. طلعت بوست يبقى فرد ده صح. طلعت نيجاتيف عكس الفرد. طيب الرو في الكيو دلتا في بقى شويه عباره عن ايه؟ في اوت ناقص الفي انت. فاروح عند الفي اوت هو في عند الاوت سرعه في اتجاه الاكس اللي هي بي 2 كوزاين سي. طيب يا بوستيف ولا نيجاتيف اللي انا فرضه؟ ناقص دي ناقص القانون مالكش دعوه بيها، دي مش ناقص الدايركشن، ناقص القانون ثابت. السرعه عند واحد في سرعه في اتجاه الاكس. شكرا يا عم، ادي المعادله بتاعت الاكس مجهول فيها الوحيد الراجل الطيب. طيب لو كتبنا معادله الواي يا شباب هبص عند البوينت الاولى في اي فورس في اتجاه الواي. طيب عند البوينت الثانيه في في بي 2 اريا 2 ساين سي. طيب بوستيف ولا نيجاتيف اللي انا فرضه؟ متشكرين جدا. القوة بتاعت اللي اسمها الاف بتاعت البادي على الفلويد في اتجاه الواي ايكوال الرو في الكيو تغير السرعات في الواي بقى بكام؟ الاوت ناقص ال، فبص عند الاوت في سرعات في اتجاه الواي في الاوت؟ شكرا. 2 ساين سي بوستيف ولا نيجاتيف؟ تبقى اللي انا فرض المحاول بص ناقص في عند واحد اي سرعات في الواي؟ نحصل من هنا على مين يا شباب؟ يبقى ده المجهول في الاكس ده المجهول في الواي. حسبنا من هنا القوه اللي بيأثر بيها البادي على الفلويد في اتجاه الاكس. حسبنا القوه اللي بيأثر بيها البادي على الفلويد في اتجاه الواي. بص شباب ده فرق من عندي ان دي سي طلعت 500 كده. ودي طلعت مثلا 200 طبعا كيلو نيوتن اهو كيلو نيوتن كده. ده فرق من عندي. طب انا عرفت منين يا باشمهندس ان دي كده؟ والله لما جيت حسبت في المساله طلع المجهول ده بص يبقى فرضي صح يعني هو مش في هذا الاتجاه. طيب لما جيت حسبت الواي من المعادله طلعت سالب معناها ان هي ايه؟ موجب العكس. وكان يا شباب القوه بقت كده اهي. بصوا كده يا شباب اروح اعمل ان دي القوه اللي بيأثر بيها البادي على الفلويد في اتجاه الاكس ده اتجاه ودي القوه اللي بيأثر بيها البادي على الفلويد في اتجاه الواي ده اتجاه الصحيح. اكيد المحصله ما بينهم اهي القوه اللي بيأثر بيها البادي على الفلويد ريزلتنت اللي هي جذر تربيعي اكس سكوير زائد الواي سكوير. طب والزاويه سيتا؟ السيتا اللي هي تان ماينس 1 الواي على الاكس. ماشي الحال يا شباب؟ طيب دي لو كان طالب القوه اللي بيأثر بيها البادي على الفلويد. لو كان في المساله طالب القوه اللي بيأثر بيها الفلويد على البادي اعيد حسابات المساله؟ لا خالص اهي هروح اعمل كده. دي القوة اللي بيأثر بيها الفلويد على البادي ودي زاوية سيتا اللي عندك. ماشي الحل؟ يبقى دي الفكرة يا شباب في الايه في الموضوع. فنقول كده كونسيبت الحل البسيط. رقم واحد هتفرض الدايركشن بتاعك. رقم اثنين هتطبق الكونتينيوتي لإيجاد الفلويد نفسه كقيمة لأنك محتاجه. ثم لإيجاد السرعة المطلوبة. يعني لو اديتك السرعتين ده بيرفكت معاك. طيب بعد كده
هطبق الانرجي ايكويشن اللي جاب مجهول في البريشر من تيك بي 1 يبقى مجهول بي 2 صفر او العكس. خد في بالك النص. طيب في الغالب الاليفيشن في المعادله ما يعني في الغالب ما بدكش الاليفيشن لو انت كويس اوكي يعني انت اوريدي دي يعني مرمطه فيها مرمطه صحيحه يعني. فتقدر تحسب من هنا بريشر بعد كده نكتب المعادله باتجاه الاكس باتجاه الواي وتبقى عارف معناها ايه القوه الموجوده. فموجود القوه البريشر في ايه؟ الاريا عند المدخل والمخرج في اكس وواي وموجود القوه اللي انا ايه؟ بحسبها الارمي. طب سي ان هو اداني وزن وزن للقلبه ده يتحط فين؟ في معدل الواي. يعني كده بدنا نفكر انا كده في سميشن اف واي بحط كل القوه اللي في الواي اداني وزن الليكويد اللي جوه القلبه ده برضه في معادلة الواي. طب هو وزن الليكويد يتحسب منين؟ لو عندي سائل احسب وزنه منين؟ لو قال لي ان الليكويد اللي جوه القلب ليه وزن ده القلب ده كبير شويه ادفع مثلا 1.5 متر وبالتالي الليكويد اللي جواه ليه وزن ام جي. هو تجيب الام منين؟ روف الفوليوم. روف الفوليوم دي يعني ماشي بس هجيب الفوليوم منين؟ هيبقى اجيب بقى لازم وانت مش معقول لو اداك فيه فلويد هيديك الفوليوم بتاعه ده. لو ايه؟ لو فيه فلويد ويعني مهم تاخد وزن الفلويد ده اروح احسب وزن الفلويد منين؟ الويت بتاع الفلويد من الجاما في الفوليوم ماشي. بس ايه؟ امتى اهتم بالمعلومه دي؟ لو اداني حجم الفلويد اللي موجود. لا كنت عايز كنت هتستناني معلش بقى بعد ما اخلص عشان معايا دلوقتي الاكزام الاخير بس. طيب يبقى شباب في حد عنده مشكله في الخطوات دي؟ لا هي ما كانش شايفين عجاز طب هو المعادله ومفيش اي غلط اصلا. هو انت عارف السنترويد بتاع القوه دي فين؟ انت بقول لك بقى في كنترول فوليوم انت يعني ما دخلش في القصه دي. السنه اللي فاتت جت مساله ادى فيها حجم الليكويد اللي جوه ايه؟ اللي جوه القلبه ده. فالتصرف ان لما يديني حجم الليكويد هحسب وزن الليكويد ماشي الحال. لكن دي يعني كانت ايه مره واحده بس اللي كانت في المجازين. لو تيجي من الفلويد 1080 مكتوبه كده بالمصري كيوبيك متر بير اور مكتوبه كده عشان الفلويد جيبن اه بس مكتوبه كيوبيك متر بير اور نصا يعني انه عايز يقول ان ده الرقم ده متر مكعب لكل اور ولا يهمني 1080 3600 بقى ايه بقى متر مكعب في سنه. الارقام معانا والحل انا بس هنمشي كونسيبت الحل مش فاكر بقى الارقام يعني ايه مفيش داعي الكلام ده. طيب مديني اللي ماشي ايه مش لازم دايما ووتر مديني اللي ماشي اويل وبالتالي اداني اس جي له 85% اللي ماشي هنا بالقلب ده اويل. اداني طبعا الدايمتر بتاع الدخول ودايمتر الخروج قال لي ان الزاويه اللي بيعملها كمان 60 هنرسمها دلوقتي. يقول لي ان البريشر ات انترانس يعني عند الدخول بيديني البي 1 70 كيلو باسكال اوكي. هنا طبعا الحمد لله بيديك مين؟ فلويد. فانت يعني ايه مش هتستغل حتى خطوه الاريا في الفلوس تحسبه هو محسوب لكن انا احسب منه السرعات بقى بي 1 وبي 2. طالب الفورس الماجنتيود طبعا الدايركشن مفيش كلام اللي بيأثر بقى الفلويد على الجسم ده ماشي ما عليك. لو ان ايه؟ لو ان الحجم بتاع الفلويد 85 بمديني الفوليوم بتاع الاويل اللي جوه الايه الراجل ده 85 من 1000 متر مكعب تاني حجم. فمعلومه الحجم دي تخصني او تفيدني امتى؟ ولا حاجه غير لما هقول له كده ان في قوه جايه من وزن الايه؟ الفلويد ده اسمها الفوليوم الجيبن في الجامه بتاعته.
فاحسب قوه في اتجاه الواي وتدخل في معادله الواي. ده بس المعلومه اللي ايه لو ان في فوليوم للراجل. طبعا لو في وزن للدلتا هيدوني صحيح او يديني كتلته طبعا. طيب هنا طبعا كان في حته اسمها ديجل فريكشن كوفيشنت، يعني كان الالبو هو مديني نص الالبو بس كان بطريقه حسابيه، لكن احنا هنفرض ان الاتش لوسس جدا ماشي الطريقه دي انت بس ما تبقاش السنه دي في الحل، يبقى هنفرض ان هنا في اتش لوس. ويبقى المساله كانت كده اهي، ده الراجل طيب الايه اللي احنا عايزين ندرسه مديني هنا دي طبعا 2 دي 1، فمديني هنا المسافه دي 1.5، يبقى اداني فرق زد هنا. اه يبقى يدخل في معايا، لان في الغالب معدل الزد او بنعتبر ان البيو بنعتبر ان المسقط ده ايه؟ بلان. يعني في الغالب لو مفيش زدات ليه؟ او ايه سر اهمالنا للزد؟ لان انا بكون باصص للحاجه دي بلان، يعني ايه؟ الالبو نايم اصلا، يعني وضعه كده، مش عارف متخيلها ولا لا؟ لو زي ان انا عندي سقف بيت مثلا، فالالبو مش واقف كده مثلا، الالبو مش ده البلان بتاعه، لا ده هو هنا كله كده. فالنقطة 1 و2 هما في نفس الدقة اوريدي، فالزد مهملة لهذا السبب. لكن لما يدوا لي بهذا الشكل معناه ان في فرق في القاعدة مهمة لسه. طيب خطوات معلش حد يفكرنا بيها كده، خط السوليوشن لما يبدأ رقم 1 افرض واي واكس، بص هلتزم بيه طول المسألة في الفورس وفي كل حاجة. أنا حر، لو أنت كنت عايز تفرضه كده أنا مش زعلان منك، هو قايل إن الفلو ماشي كده. عايز تفرده كده اكس بوزيتيف كده الواي بوزيتيف از يو لايك، التزم بيه بس الفرد اللي انت تفرده انا زعلان منه بس تلتزم بيه في الاشاره. طيب ثم رقم 2 في الكيو ان شاء الله يعني زي مش فارق كتير عاد كنا بنشرح سكاش الكيو هي الاريا في البلوستي صح؟ يبقى اريا 1 في البلوستي 1 احسب من هنا مين؟ الفيو 1 اه لان الكيو اوريدي هنا معايا الحمد لله. طيب وكمان اريا 2 في البلوستي 2 احسب من هنا مين؟ شاكرين جدا، استغليت الكونتينيوتي لإيجاد السرعات. رقم 3 استغل الإنرجي لإيجاد البريشر. أنا عندي البي 1 على جاما زائد بي 1 سكوير على 2 جي زائد زد 1، مفيش بامب طبعا الكلام ده، بتساوي بي 2 على جاما زائد بي 2 سكوير على 2 جي زائد زد 2. اه جدع، زائد اتش لوس. أساسي دي معانا. إن لم تذكر خلاص مفيش. طيب الزد 1 هتاخدها ديتا من دلوقتي، لو النقطة دي خدتها ديتا يبقى الزد بتاعها والزد 2 هي اللي بكام؟ 1.5. السرعات معايا، البريشرات انا عايز اجيب البي 2 لانه موجود في 1 والاتش لوسز جيفن، طبعا الفلوستي 1 كمان معايا والبي 1 كمان معايا، المجهول الوحيد هو مين يا شباب؟ بي 2 بتساوي، فحسبنا الانرجي البريشر. طب رقم 3 بقى ما خلاص كده، رقم 3 او رقم 4 اسف، هنطبق المعادلات بتاعت المومنتم سميشن اف اكس ايكوال رو كيو دلتا في اكس والعكس في الواي ماشي. هو مش العكس، هي نفس المعادله بس اتجاه الواي. يبقى هنقول كده سميشن قوه في اتجاه الاكس ايكوال رو كيو دلتا في اكس. القوه اللي هنا بقى هعمل ايه؟ الراجل ده فكرنا ان احنا يا باشمهندس بنعمل دايجرام بسيط كده بالدين بيقول كده اللي هو قبل ما نعمل دي فكرنا ان احنا يا باشمهندس اهو في دايجرام كده بتقول ان هنا في البي 1 وهنا في البي 2 وهتتحل، وبتقول ان هنا في بي 1 اريا 1 وهنا داخل على الاريا بي 2 اريا 2 بزاويه ثيتا وهتتحل، بيقول لي كده يعني بيفكرني ان احنا عملنا دي يا باشمهندس. اوكي عشان نقول له بقى سميشن قوه في اتجاه الاكس عندي ده هلاقي في بي 1 اريا 1 بس سالب، هتبقى اللي انا فاكره هو سالب في الحقيقه بي 1 اريا 1 كده ولا مجرد كده سالب اللي انا فاكره بلس عند 2 برضه سالب في الحقيقه بي 2 اريا 2 بس كوزاين سي بلس القوه اللي اسمها البادي على الفلويد في اتجاه ايه؟ الاكس بيساوي رو في الكيو دلتا بي اكس، والسرعات في الاكس هي عباره عن ايه؟ بي 2 كوزاين نفس الكلام بي 2 كوزاين ثيتا وبوست اللي انا فرضه ناقص ناقص لا معلش مش هقولها زائد صريحه ليه؟ عشان دايما افكرك ان دي ناقص القانون ملهاش دعوه بالاشارات، بينما الناقص اللي قصاد السرعه 1 هنا لسبب ان المحاوله اللي انا فرضها دي عكسها ماشي، تبقى فاهم السبب يعني الكونسيبت مش زائد وعلى خلاص كده. بس الغلطه اللي يعني كان ممكن تقع فيها اوعى تقع فيها ان رو هنا مش 1000 مش رو الميه بيديني ان ده اويل صح كده؟ فبما ان ده اويل يبقى ايه؟ يبقى اكن دي اكنها 850 اضرب في 1000 الميه على طول صح كده؟ حاول دايما تخلي الديفولت بتاعك نيوتن ومتر
حاول تخلي الديفولت نيوتن ومتر، يعني ما توقعش نفسك في الكبايه ان هي دي كيلو او جيجا ولا ميجا، خليه كله نيوتن ومتر. خلاص كده الايكويشن بص كده ميكس. انت عندك بوينت واحد في قوه اتجاه الاكس ولا مفيش؟ طبيعي في، لان دي بريشر، هو القوه هي بريشر في الاريا، موجود قوه اسمها دي واحد اريا واحد في اتجاه عملها هنا. بص انا عندي هنا كده بي واحد اريا واحد، وعندي هنا كده بي اثنين اريا اثنين، طبعا بزاويه سي. ففي اتجاه الاكس عند البوينت واحد في قوه ولا مفيش؟ اسمها بص الكوردينيت اللي انا فرضه اهي. طيب عند الاريا او عند الاكس في فورس في اتجاه الاكس ولا مفيش؟ اسمها بص الكوردينيت اللي انا فرضه القوة دي اللي انا بفرضها اللي هي الاثر بيها الوضع على الكيو في اتجاه الاكس. طيب الرو في كيو دلتا في اكس السرعات عندي كده في 2 في 1. فعند الخروج في سرعه في اتجاه الاكس ولا مفيش؟ في الحقيقه في اهي الفي 2 كوساين سي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اهي ناقص دي القانون. عند واحد في سرعه في اتجاه الاكس ولا مفيش؟ طلع المجهول الوحيد، في مشكلة كده فيها؟ طبعا ده المجهول الوحيد، لما اجي اطبق المعادلة في الواي الاقي ان عند واحد مفيش في الواي، بس عند اثنين في سالب بي 2 هي 2 ساين سيتا، هنا بقى يتضاف مين يا شباب؟ ادينا حجم اللي يتضاف الوزن اهو، لا ناقص الوزن بتاع الفلويد اللي قلنا هنحسبه من الجاما في الفوليوم. ماشي دي كانت كيس مرة كده، يعني في الغالب ما بيدكش وزن الفلويد ولا وزن الفلويد. هو انا ليه بنحسب بالوزن في ال ما انا مديك حجم لان ده كنترول فوليوم. خد الوسطة ولا خليها فيه؟ فين الوسطة التانية؟ طيب يعني
سالب الويت يعني طبيعي ان الويت دايما راس الاسفل برجع عكس الاوفر والويت جه من الضغط الفوليوم اللي انا مديها لك فوليوم انا مديه لك في الوقت ده. طيب القوه اللي بيأثر بيها البادي ماشي بيساوي روت كيو دلتا بي واي. فهلاقي ان البي واي عباره عن ايه؟ عند المخرج فيه سرعه 2 في الواي او بي اللي هي ب 2 ساين سيتا. بص في الفولانيك في الضغط برضه بص في الحقيقه ناقص عند الدخول مفيش اي سرعه في الواي بقت صفر بتطلع من هنا. عامة السيتا طبعا لسه الاساس السيتا دي السيتا دي كده 60. عامة المسألة دي محلولة معاك بالارقام بس انت ايه اوريدي عرفت كده. معلش يعني مش هو مش وقت تداوي بس اسمع لان سبحان الله جيفنج كان كده لما اداني اداني ان ده دخولي هندسه. فالقوه دي اوريدي منطبقه على محور الاكس اداني نقاش مرتبه في الواي على الدخول والحمد لله ان احنا بنقيس ايه البركه بتاعت الواي ده بنقيس الوسطي هو ايه ثلاث مركبات في السرعه اكس واي بس انا مش ناخد ايه مش مهم جامد بس السؤال حلو لو هتتخصص في الفيديو خلاص شباب عرفنا المعادلات والحاجات السهله ازاي. معرفش انا ما خدتش كهرباء بس انا كده مش كهرباء. هو ده؟ مش الامن دوت كان بيقول لي وكان في نيوتن. طيب انا عندي هنعمل بس مثلا يوم يجي بعدين يشوف بتاعت الجنودي في الجدول كنت دماغكم متحضره ليه؟ وهنبدا مساله نيكش دلوقتي يعتبر ده الشطر اللي قبل ده. Продолжение следует...